لو بيع نخل وهذا النخل به الثمر، فلمن؟ النخل بيع، لكن الثمار لمن؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين: من باع نخلا قد أبرت، يعني لقحت، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، إلا أن يشترط المشتري، لأن البائع تكلف في تلقيحه، في تلقيحه، ونفسه تعلقت به. فهنا هذا لمن؟ هذا الثمر بعد التلقيح للبائع، أما قبل التلقيح بين المشتري. إن اشترطوا فيما بينهم لا إشكال، قال إلا أن يشترط المبتاع، إلا أن يشترط المشتري أن الثمر له بعد التلقيح فيدخل ضمن البيع. هذا كمثال على النخل. غير النخل مثل العنب والرمان، لو بيعت أشجار الرمان والعنب وما أشبه ذلك، فنقول إن كان الثمر قد ظهر، بدأ ظهوره وبزغ، فهو للبائع. ومن هنا يتبين لنا أن الإنسان لو أراد أن يبيع نخلة في بستانه، في مزرعته، أو أن يبيع نخلتين أو ثلاث أو عشر، لا إشكال في ذلك. لو لم يكن عليها ثمر لا إشكال في ذلك، ولكن يمكن هذا المشتري من الدخول إلى المزرعة أو إلى البستان لكي يسقي هذا الذي اشتراه. لكن لو أن هذا النخل الذي اشتراه تلف، هل يغرس مكانه شيئا آخر؟ لا، لأنه ما يملك الأرض، يملك فقط النخل.